Milan, الإيطالي، سلوفينيا، نادي صربي، وين شاهدنا كيفاش المباراة اللي كانت صعبة من جانب ميلان أو سلوفينيا، يعني وين الشوط الأول اللي انتهى صفر هدف لهدف، وين شاهدنا فارناك كيسي الذي سجل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 9، شاهدنا الفاردو الذي عدل النتيجة في الدقيقة 24، يعني وين ميلان نقولوا باللي رمى بكل ثقله من أجل خاصة في سان سيرو في الملعب الملعب سان سيرو ميلان، وين رمى بكل ثقله من أجل الفوز بهذه المباراة، يعني بعد تعادل في المباراة الجولة الماضية. شاهدنا اليوم كيفاش ميلان وين لعب ميلان وين لعب بقوة، يعني وين شاهدنا دافيد كالابا، شنا أليسو، شنا في كاو، شنا ديغو، شنا روديو، شنا فارناكيسي، يعني في غياب بن ناصر، صامويل هاكين، شنا رافال، شنا يعني وين نقولوا بلي سلوفينيا ميلان وين الحارس اللي لعب دور كبير يعني في هذا في الشوط الاول، رغم انه تلقى هدف عن طريق ضربه جزاء وين سجلها كيسي. شنا كيفاش رودوفن، شنا ميلوس، شنا ميلان ماركو، شنا كيفاش سيكو، شنا ميركاو، ديغو، الفاردو، بان المسجل الهدف التعادل في الدقيقة 24. شنا كيفاش نقولوا باللي المباراة، يعني المباراة اللي كانت نقولوا باللي غياب فني، غياب من جانب ميلان وين غياب زلاطان، يعني شاهدنا كيفاش زلاطان وين دخل في الشوط الثاني مباشرة في الدقيقة 46، يعني وين دخل مباشرة في المباراة، يعني كانت المباراة اللي كانت نقولوا ستيفانو اللي لعب خطة يعني نقولوا باللي 3-5-2، وين شنا سلوفينيا اللي لعب بخطة 4-1-4-1، يعني كل نادي وكان كل مدرب وكانت عنده النظرة تاعو. شاهدنا كيفاش المباراة الشوط الثاني كيفاش انتهى.